مساء الخير والهنا والسعادة على حضراتكم جميعا، مشاهدينا الكرام اللي بتتابعونا من مصر ومن كل الدول العربية. أهلا بيكم في أولى حلقاتنا في برنامج درتين وراجل. برنامجنا برنامج اجتماعي لايت، هنناقش فيه كل القضايا المختلفة خاصة المتعلقة بالرجل والمرأة والطفل، المشاكل الاجتماعية والأسرية بوجه عام. يا رب ما يكون في مشاكل أبدا وتعيشوا دايما في سعادة وهنا. حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نخرج عن الاطار التقليدي ونقدم فكره جديده ومختلفه. والنهارده هنقدم لكم انا وصديقتي رانيا البرنامج بتاعنا بصوره درتين وراجل. هيكون معانا كل مره مذيع مختلف، هيقوم بدور الراجل جوز الدرتين، وهيكون معانا شيف هيقدم ألذ الاكلات وفقرات كتيره متنوعه وضيوف متخصصين في جميع المجالات. حابه اعرفكم باصحابي الموجودين في الاستوديو. صديقتي رانيا كارم. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا رانيا؟ درتي. وصديقي الفنان خالد ابو بكر. اهلا يا خالد. اهلا زوجاتي. جوز الدرتي. والشيفه الجميله اللي موجوده معانا ومنورانا النهارده في الاستوديو نجنوجه. ازيك يا نجنوجه؟ ازيكم؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ مستني اكلك لوم عظمي بقى. انت عامله لنا ايه النهارده؟ عامله لكم النهارده سلطه فرنسيه اسمها سلاد روس، يعني اي ملهاش كلمه بالعربي. دي عباره عن خضروات، جزر، بسله، بطاطس، عايزه فاصوليا، كله مسلوق. انا بقى زودت عليه ومايونيز، زودت عليها فراخ وبصل. النهارده الجديد ان انا هوريكم ازاي تعملوا المايونيز في البيت بطريقه سهله جدا. حلو جدا، عشان نوفر كمان لستات البيوت. بالظبط، هي حاجتين اللي لازم ناخد بالها منها كويس قوي، ما يبقاش في نقطه ميه واحنا بنعمل المايونيز. تمام. نقطه واحده هتبوظه. والزيت هوريكم ازاي بننزله بالراحه جدا جدا. سهله جدا، هي عباره عن بيضه مع ملح، فلفل، عصره ليمون، معلقه شاي خل وشويه مسترد. حلو، وبنحط الزيت. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل مايونيز اساسا. سهله. حلو ان احنا نعمل الحاجه بايدينا عشان نبقى ضامنين نظافتها. بالظبط بالظبط. على الله. طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف نجنوجه هتعمل ايه. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في حلقتنا درتين وراجل. وهسأل نجنوجه كده سؤال، عامله ايه مع حماتك؟ حماتي الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. طب العلاقه بينكم كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه جدا، كنت بحبها جدا وهي كمان كانت بتحبني جدا. حماتك كانت بتحبك؟ حماتي بتحبني. حماتي بتحبني. ايوه فعلا كانت بتحبني جدا، كانت معتبراني بنتها يعني. كانت عندها بنات؟ لا كان ثلاث ولاد. تلات ولاد. يعني انت يعني ما كانش عندها بنات عشان كده هي كانت بتحبك؟ ايوه. لا بس التلات ولاد جابوا لها تلات بنات، يعني جابوا لها تلات ستات. وكانت بتعملكم انتوا التلاته زي بعض ولا؟ بصي هي كانت بتحبني جدا وانا وهي كنا اصحاب جدا جدا. تمام. طب طبخها كان عامل ازاي بقى؟ طبخها هي ما كانتش بتحب المطبخ. انا كنت لسه هقول لك اكيد اتعلمتي منها حاجه. لا ده هي ما كانتش بتحب المطبخ، هي كانت في التنظيف والتزويق وكل اسبوع لازم تغير البيت وتعمل حاجه تانية، بس ما كانتش بتحب المطبخ ابدا. تمام. يعني نجنوشه حماتها بتحبها. يا بختها. حماتي بتحبني، حماتي ملاك، الحموات الفتنات، مصطلحات كتير قوي سمعناها وراها حكاوي وحكايات. الحما حاجه جميله، ظاهرة مجتمعية من قديم الأزل، اتعمل عليها حكاوي كتير قوي، أفلام ومسلسلات. كتير بنات بتتجوز في بيت عيلة لظروف ما، ممكن يكون العريس مش عنده مقدرة إن يجيب شقة بره وبيتجوز في بيت عيلته. زمان كان بيت العيلة ده كان حاجة جميلة قوي، وكان فيه روح حلوة كده، كانت الحما كده العمود بتاع البيت، والسلفة دي أو مرات الابن دي ومرات الابن دي كده ماشياهم، وبييجوا كده آخر النهار بيتجمعوا مع بعض، وكان فيه روح حلوة. لكن طبعا مع اختلاف الاجيال كل حاجه بتتغير، وبقى في مشاكل كتير وخناقات ما بين مرات الابن والحم، وكتير بيحصل في البيوت، والبيوت اسرار. بما ان البيوت اسرار فطبعا المفروض طبيعي جدا ان اي اتنين متجوزين يكون مفتاح شقتهم معاهم هما الاتنين بس،
ما ينفعش ان انا الاقي مفتاح شقتي مع حماتي او مع اخت جوزي، لا ده مش هينفع. مفيش اي ست في الدنيا بتحب ان هي تلاقي مفتاح شقتها اللي هو حياتها خصوصياتها تكون مع حماتي. ما ينفعش برضو اطلع من بيتي ابقى خارجه بره ارجع الاقي حماتي فاتحه شقتي وبتتعامل فيه ولا اكنه بيتها، لان هي كمان مش هتقبل كده. عموما هي مفيش اي ست اصلا بتقبل بالوضع ده. كمان مفيش برضو ست هتقبل بوضع ان انا اخت جوزي هتدخل شقتي وتتحكم في المطبخ بتاعي وتاخد حلتي تاخد الصينيه بتاعتي، لا مفيش واحده هتقبل بده. كمان هي ممكن حماتي بتتدخل في كل في بعض حموات. رانيا انا مش هختلف معاكي ان بعض الحموات بالشكل ده، لكن ده برضو ما يمنعش انك تعامليها زي مامتك. ماشي. عارفه يا رانيا انت بتفكريني بايه؟ عارفه يا رانيا انت بتفكريني بايه؟ زي ما ادخل كده على جروبات البنات على الفيسبوك وبلاقي بنت كاتبه بوست يضايقني قوي، ايه رايك في اخت جوزك العقربه، حماتك الحربايه، ام 44 عشان هم كده اصلا؟ لا 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 لا، في كتير جدا من الحموات بيبقوا ان هم وحشين فعلا وبيعاملوا مرات الابن على اساس ان هي واحده جايه تخطف ابنها، وان هو ابنها لا حول ولا قوه الا بالله، ان هي بس اللي جايبه مش جايبه غيره. رانيا انا اقصد اقول لك ان احنا لازم نعامل الحما زي امنا، يعني لازم نراعي نقطتين، ان الام دي ربت وكبرت وانت بتيجي تاخدي ابنها على الجاهز هي بتبقى فاكره ان انت هتاخديها على الجاهز، لكن لازم تراعيها وتشوفي متطلباتها وتطمنيها، تقولي لها ان انت مش هتاخديه منها، مش بالكلام لا بالفعل، لما يكون هو مشغول انت اسالي عنها، واخت جوزك دي تعامليها كويس لان هم متربيين مع بعض، فاكيد هتغير على اخوها، ده شيء طبيعي، انت جايه تاخدي منها اخوها اللي اتربوا مع بعض وكبروا مع بعض وذكرياتهم كلها مع بعض، تمام؟ فانت لازم تراعي النقطتين دول وتدخلي على فرد جديد داخل عيله جديده. دي نصيحتي لكل بنت، انت فرد جديد داخل على عيله جديده، انت اللي لازم تحببيهم فيكي باسلوبك وبطريقتك. هتزرعي حب هتلاقي حب، ولا ايه يا خالد؟ والله يا جماعه انا تعبت، انا امي تعمل اللي هي عايزاه واللي يرضيها. ممكن نختلف بس مش لازم ابين لامي اي حاجه، لان انا ما اقدرش اقول لها لا على اي حاجه خالص. ممكن اخد مراتي على جنب واتفاهم معاها بعد ما والدتي تمشي. حتى لو مامتك مثلا جرحتني بالكلام او مثلا افترت عليا باي حاجه، هقول ان هي بتغير عليك مني. في كتير جدا من الامهات ان هي ما بيحبوش ان هي لا انا ابني اتجوز يبقى انا هياكل من ايد مراته. لا انا في امهات كتير كده يعني ما بيحبوش ان هي الابن لا انا ابني لسه هياكل من ايدي من ايديها هي. تمام. طيب في امهات كتير كده، وفي كمان امهات كتير بتقول ان هي يعني انت في ناس بتروح على طول تدي يعني المصروف الشهري بتاع يعني مرتبه كله بيديه لمامته. يا ترى هل دي بتبقى انا اللي مراتك ولا هي اللي مراتك؟ والله انا مش عارف انت حطاها ليه في دماغك. طب ايه رايكم يا جماعه نستضيف اهل العلم؟ ايوه نستضيف الدكتور عبد الفتاح. طبعا الدكتور عبد الفتاح. وفاصل. تاني اعزائي المشاهدين ومعانا الدكتور عبد الفتاح فرج محمد. اهلا وسهلا بيك، استشاري العلاقات الزوجيه والارشاد الاسري. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. انا حابب اسالك سؤال عن اسباب اللي بتدفع الزوجه انها تكون نكديه، وليه ما بيبقاش فيه اهتمام بعد الزواج زي فتره الخطوبه مثلا، وانها ممكن تخليه يفكر يتجوز تاني؟ طبعا ان انا الضغطين بقى واتجوزت تاني. طبعا برحب بحضراتكم في البرنامج الشيق دوت، منورنا. وفكرته فكره متميزه جدا، وان شاء الله يبقى فيه افاده لشريحه كبيره جدا من المتزوجين والمقبلين على الزواج يعني ان شاء الله. بالنسبه لسؤال حضرتك، يعني اولا مفيش زوجه نكديه. لا اختلف مع حضرتك في السؤال ده. ليه؟ لا في اختلف انا مع حضرتك. لا ممكن على فكره يا دكتور، انا مع الست انها نكديه. الست تقدر تخلق من بيتها جنه. بس انا اقول لكم على حاجه حلوه، ولا انا ولا انت ولا اي حد هيفتي. دكتور يا جماعه، دكتور لهوي، هقول لحضرتك. هو الست هي بهجه الحياه، سواء كانت طفله، انسه، ام، ثم جده، لان هي اللي بتضفي جو من الحب والود والرحمه للحياه. الفكره بقى في شريكها. شريكها هو اللي ممكن يخلي الحياه ظريفه، ممكن يخلي الحياه مش ظريفه.
طبعا في متطلبات لاي حاجه عشان تنجح، والحياه الزوجيه دي يعني ليها متطلبات عشان تبقى سعيده وتبقى أكيد كويسه. أكيد متطلباتها الحب والتفاهم والتنازل. بس التنازل مش معناه الخضوع وان انا بسيب الامور تمشي وانا تملي مطاطي او بقول لك كل حاجه لا. مفيش انسان ما بيغلطش دكتور، بعد اذنك بس ممكن بس تبص للكاميرا. اوكي. مفيش انسان ما بيغلطش ومفيش انسان ما عندوش هفوات، ودي طبيعه البشر. بعد اذنك يا دكتور، يعني حضرتك عايز تقنع اي واحده ان هي ما تتنازلش عن اي حاجه هي مش مقتنعه بيها؟ بصي، طالما في اطار الصح ممكن، طالما في اطار الصح يعني انا هتنازل عن شيء وهو صح بس مش موافق رايي، المانع ان انا اتنازل طالما الطرف الثاني مصر على هذا. والطرف الثاني ده مش انسان عدوي، ده المفروض زوجي وابو اولادي وشريك حياتي كلها، لان الحياه الزواج وكاتم اسرارها. بتعمل ايه يا دكتور؟ احنا كبنات بنتربى ان اسرار بيوتنا ما تخرجش بره نهائي، ولا صاحبتي ولا اختي ولا اي حاجه. تعمل ايه في الراجل اللي بيخرج اسرار بيته بره؟ سوري يعني، حتى اسرار العلاقه الحميمه كمان بيخرجها بره. طيب ممكن استسمحكم نسحب منه لقب راجل؟ اكيد اكيد نسحبه منه على طول. اكيد لان الراجل اللي طلع اسرار بيته بشكل عام ثم اسرار حياته الخاصه ده مش راجل. ليه بقى؟ مزبوط. حتى لو الى اقرب الناس اليه. ليه؟ طالما انا بقيت زوج وليها شريكه حياه، الزوجه دي انا وهي خلاص بقينا عمودين في بيت ما لناش تالت. الاركان بقى هتتوالى اللي هم الذريه والاجيال وكذا. لذلك من المفروض ومن الواجب ومن المجرم ان تطلع اسرار بيتي بره. ممكن استشير، ممكن اخد استشاره من اهل الخبره والاقربين الي، ثم انا المسؤول عن التنفيذ. مزبوط. وعن النتائج. مزبوط. لذلك انا ما خليش حد ياخد القرار. انا طالما بقيت عضو في اسره او مؤسس لازم انا ابقى المسؤول عن قراراتي. هو للاسف الشباب الراجل دلوقتي ما بقاش عارف ان هو المسؤول عن اللي حواليك. اصل انا بقيت قدوه خلاص. بالظبط. حتى لو انا نص نص ابدا انمي قدراتي، انمي معارفي. مزبوط. ابدا اشتغل على نفسي كويس جدا، لان الزواج ما هو الا شراكه، وان شاء الله شراكه ناجحه ومثمره. وراي حضرتك ايه في الحما اللي بتغير على ابنها من مراته؟ يعني اللي بتغير عليه مني انا. ده موضوع حرج جدا. ليه بقى؟ ولازم نتفهمه كزوج كزوجه كأم كحما، ام للزوج وحما للزوجه او للزوج. ليه بقى؟ اولا انا اتربيت في اسره وليا ام وليا اب، اتربيت معاهم عمر، شافوني وانا بيبي، بل وانا جنين ثم بيبي ثم طفل ثم مراهق ثم شاب ثم راجل ثم هتجوز وهمشي من هذه الحياه. يبقى مراتي لازم تدرك تماما ان في شيء من حته جزء من الام بتتاخد منها. لازم بقى تعرف. انا لسه قايله يا دكتور اللي هو بيكبر قدامها المفروض الزوجه دي تقدر ان انت ما تاخدهوش كده على الجهاز. وبتاكل اكل مراتك وما بتاكلش اكلي وما عادش بيعمل لك اكل. في فرق يا دكتور، ان في فرق ان هي لو واحده قاعده في بيت عيله وواحده قاعده بره تمام، انت قاعده في بيت عيله هي هتبقى تنتقدك. ايوه انا خدي شقه بره. هنروح للنقطه دي. لكن انت لا، انت قاعده بره البيت، بره بيت عيله، خلاص هي هتشوفك فين؟ ولا حتى هنروح للنقطه دي، حتى هتبقى معلش انا اسفه هتقول لك كمان في ادق تفاصيلك اللي هي حتى تربيه ابنك. اوكي. بص اولا هنتكلم في نقطتين. اولا لازم الام تدرك تماما ان في هو الانسان راح لبيت الزوجيه، والزوجه لازم تدرك تماما ان في ام بتحب ابنها وخايفه عليه، والحب ده فطري ماليش تدخل للأسف فيه تماما. في بيبقى في تضارب لان الزوجه بتفكر ان هي خلاص خدته منها. مين اللي حل التضارب ده بقى؟ هو فطنه وذكاء الرجل، بل ودهاء الرجل. بالظبط. يوازن وربنا هيعينه. بس نتابع النجنوجه معانا. عملتي ايه نجنوجه؟ عملت لكم السلاد اللي قلت لك عليها، بس انا عايزه اعمل لكم المايونيز بس تشوفوا ازاي بيتعمل. طب بس عشان وقت الحلقه بس بسرعه. تمام. اوكي هات ثواني. ممكن انت تعملي والدكتور يكمل الكلام. بالظبط. اوكي اتفضلي يا دكتور. هو الزوج لازم يكون عنده من الحكمه والدهاء ان هو يقدر يعالج الموضوع ده، يوازن. محدش يقول مش هقدر، الفلوس مش هتكفي، الوقت مش هيكفي، متطلبات الحياه كتيره. لا لا لا، ربنا هيوفقه وهيعينه طالما هو عايز خير وعايز حياته تمشي كويس، بس يوازن بقدر المستطاع. يعني ايه؟ البيت ياخد 70% من وقته اللي باقي بعد شغله، والام او الاسره الممتده الكبيره بقى تاخد 30%. طب معلش يا دكتور انا اسفه، بالنسبه للام اللي لازم بعد حتى بعد ما ابنها اتجوز لازم ابنها يعدي عليها ويديها المصروف، مش المصروف، المرتب بتاعه. يعني معلش ده دي حلقتنا خلص يا رانيا. طيب ان شاء الله انتظرونا في حلقه جايه ان شاء الله من برنامج ضرتين وراجل.